وفي حاجه اسمها شات بوت، يعني دي حاجه ليها علاقه بقى بالتواصل مع الوزاره نفسها عن طريق الانترنت والشاتنج او المحادثه. شات بوت يعني حاجه تقريبا ليها علاقه بالرد الالي. نعرف تفاصيل اكتر عن الخاصيه الجديده وهتوفر لينا خدمات مختلفه عامله ازاي، وبينضم لينا على التليفون استاذ فتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهره 24. برحب بحضرتك يا استاذ فتحي. اهلا بيك، مساء الفل يا حضرتك. مساء النور على حضرتك. ايه موضوع الخدمه الجديده اللي بتقدمها وزاره الداخليه شات بوت؟ عايزين نعرف عنها اكتر وازاي هتفيد المواطن. لا والله في الحقيقه يعني خلينا نبدا من حضرتك مع السياسه الجديده اللي بتقدمها وزاره الداخليه في التحديث سياسه الرقمنه، التحول الرقمي والتكنولوجيا وادخالها في تقديم كافه الخدمات للمواطنين والتسهيل على عليهم والتسهيل ليهم كمان. شات بوك ده يعني هو نظام الكتروني في من ضمن خدمات الكترونيه اللي بتقدمها وزاره الداخليه الجماليه على موقعها الالكتروني. هي مالهاش دعوه بالشكاوي ولكن لها علاقه بالخدمات، زي لو عايز تطلع شهاده ميلاد تكتب شهاده ميلاد ويرد عليك بلينك المطلوب من المستندات والاجراءات والتكلفه كمان، وفي رابط لتقديم الخدمه العسكريه من على موقع الوزاره. شات يعني الذكاء الاصطناعي والخدمات اللي بتقدم للمواطنين من خلال الرقمنه والذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا بكافه اشكالها وصورها للتيسير على المواطنين. وده نهج في الحقيقه وزاره الداخليه بتنتهجه من زمان جدا مش من قريب. طيب استاذ فتحي، يعني معنى كلام حضرتك ان دلوقتي المواطن هيدخل على موقع وزاره الداخليه ولما يكون عنده اي استفسار هيلاقي الرد بيكون بشكل سريع وفي كل التفاصيل؟ بالتاكيد طبعا. انا عن طريق الشات في ايقونه كده على الموقع الرسمي لوزاره الداخليه في تم استخدام الذكاء الاصطناعي للرد على استفسار المواطنين بشكل مباشر وبشكل يعني سريع عن طريق خدمه شات بوك اللي هي موجوده على يمين الموقع الالكتروني. بالتاكيد اي مواطن ليه حساب على موقع وزاره الداخليه بيستطيع من خلاله انه يحصل على اي خدمه من هذا الموقع. شات بوك بيرد على الطالب الخدمه بشكل سريع وشكل يعني جميل تيسير الخدمه المقدمه على شبكه الانترنت. يعني دي سياسه وزاره الداخليه بتنتهجها واستراتيجيه تساعد فيها تفعيل استخدام التكنولوجيا في كل الارتقاء بمستوى الخدمات الامنيه الجماهيريه زي الاحوال المدنيه وزي المرور وزي الجوازات. الداخليه بتسعى من خلالها لسرعه تقديم الخدمات للمواطنين طبعا، وده تزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله لتفعيل الاستراتيجيه الوطنيه. صحيح. للتحول الرقمي. طب في امثله على الخدمات او الاستفسارات اللي ممكن يعني تم استغلال الخدمه دي فيها؟ يعني هل نقدر نقول ان شفنا امثله ليها، مثلا حد دخل وجرب يسال على حاجه فلقى فعلا ردود عليه؟ يعني في خدمات معينه مخصص ليها هذا الاوبشن او هذا يعني الشات بوت؟ طبعا بحزمه من التسهيلات والمقدمه الاحوال التقنيه بكافه مصدراتها، شهاده ميلاد، شهاده تكتب بطاقة رقم قومي، شهادة وفاة، الجواز، المرور كمان، رخص وتجديد وغيره، الجوازات والهجرة الجنسية، تكتب الجوازات والشهادة وتصريح العمل والحج والأدلة الاجتماعية وكمان الالتحاق بالخدمة بأكاديمية الشرطة والالتحاق بمعهد معهود الأمن والشقق والمحلات والمزارع المؤجرة وبلاغات بحث الإنترنت. ده كله يعني إتاحة تم هذه الخدمة تهدف إلى الرد على الأسئلة المتعلقة بهذه الأمور وكمان إتاحة إجاباتها النموذجية من خلال الخاصية شات بوك اللي يعني تم إطلاقها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. طيب دي دلوقتي عملية آلية يعني بتعتمد على الكمبيوتر بنسبة كبيرة، هل في عنصر بشري بقى بيتابع الموضوع أو في لجنة بتشوف يعني متابعة الموضوع؟ هل في شكاوى يعني وردت من مواطنين فبيتعاملوا معاها؟ لا حتى أنهي الحتة، ولكن بتقول لحضرتك إن تكنولوجيا المعلومات والداخلية أي تطبيق بتطلقه وزارة الداخلية بيتم كمجموعة من والخبراء الامنيين الذين يعملون عليه من نهار لثلاث اي يعني مشكله بتحصل، لان بالتاكيد طبعا اي وارد تحصل او تطرا على هذه الخدمه امور او شكاوى او مستحدثات او حاجه جديده هي بجد بان القائمين على هذه الخدمه، فبالتالي يمكن ويتم تلاشيها ويتم تحديثها
للعمل بشكل مجدي من اجل تقديم الخدمه بكل سهوله ويسر. اي خدمه الكترونيه مقدمه بالتاكيد وراء عنصر بشري وفريق من العناصر البشريه المدربه لتقديم هذه الخدمه بكفاءه عاليه. طيب هل الخدمه دي ليها مقابل بتكون ليها اشتراك مثلا او اي مبالغ ماليه بتدفع ولا هي خدمه مجانيه؟ لا طبعا ليها اي خدمه الحصول على اي اصدار رسمي من خلال وزاره الداخليه بيتقابل بيتم الدفع عن طريق تدفق كاش او عن طريق فيزا كارد او اي حاجه، لكن خليني اقول لحضرتك ان هو ده بيسهل على المواطن ويوفر عليه الانتقال ويوفر عليه كتير جدا من العناء. يعني دلوقتي لما المواطن هيبقى بيستفسر عن حاجه وبيستخدم شات بوت بيدفع فلوس. بالتاكيد طبعا هو الخدمه استفسارات ما عليهاش فلوس، ولكن الحصول على الخدمه في حد ذاته لو طرحت طلعت بطاقه رقم قومي تشتري استماره، فبالتالي لو هتجددي هي بتدفع فلوس، فبالتاكيد اي الاستفسار ما عليهوش فلوس، لكن اللي عليه فلوس هو الخدمه نفسها. طيب انطلقت امتى يا استاذ فتحي ولا لسه هتنطلق؟ لا انطلقت بالفعل من النهارده في اعلان بشكل بيان رسمي اخذ يخطي يعني من النهارده من دلوقتي من الساعه دي يقدر المواطن يدخل ويشوف هو عايز ايه ويكتب ويحدد ويحصل على الخدمه بشوفه بكل سهوله ويسر ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي علاقه بالخدمه الجديده اللي بتطلقها وزاره الداخليه شات بوت او المحادثه الاليه او الالكترونيه. كنت معانا استاذ فتحي سليمان مدير تحرير موقع القاهره 24.